معمولة في هذه البطولة، ولكن خلونا نروح للدكتور محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. دكتور محمد أهلا بحضرتك وألف مبروك. أهلا يا فندم، أهلا كابتن إسلام، زي حضرتك. الله يبارك فيك يا فندم، ألف ألف مبروك على البطولة رقم 12 ومجهود كبير جدا جدا يا دكتور. الله يبارك في حضرتك، ربنا يزيد إن شاء الله. يعني بطولة مهمة في وقت مهم جدا، أن يصل النادي الأهلي آخر 5 سنوات للنهائي 5 مرات متتالية، أعتقد إنجاز يجب أن يحسب لمجلس الإدارة. يعني مش عايز أقول يحسب لمجلس الإدارة بس، يحسب لكل المنظومة في النادي الأهلي، يحسب لكل الأفراد في النادي الأهلي، حتى اللي بصورة غير مباشرة والجميع اللي بصورة مباشرة. 5 مرات نهائي متتالي وأربعة منهم فوز بالبطولة، ده يعني الحمد لله أمر نحمد الله عليه ومجهود النادي كله، فربنا يا رب يديم ويزيد. امبارح شفت الماتش ازاي يا دكتور؟ في عز ما احنا كنا يعني النتيجه 1-0 من اول 5 دقائق، 95 دقيقه و90 دقيقه قاعدين على يعني كلنا على طراطيف صوابعنا. والله احنا جميعا مش كاعضاء مجلس اداره، كاهلاويه طبعا في جميع مباريات الاهلي مشدودين. امبارح طبعا فكره ان الهدف في ارض الخصم بهدفين، كنا مشدودين جدا جدا، والحمد لله ربنا سهل في الاخر وانتهى الامر على خير واللي خدنا البطوله الحمد لله، لكن طبعا كان في شده عصب علينا جميعا. دكتور محمد، امبارح الحقيقه شفنا تقريبا 60,000 متفرج موجودين في الاستاد، شفنا تنظيم اكثر من رائع الحقيقه، يحسب طبعا لمجلس لو للنادي الاهلي ولمجلس ادارته وللكاف ولكل مؤسسات الدولة اللي شاركت في هذا الأمر. الحمد لله الحقيقة كان التنظيم أكثر من رائع، ولو حضرتك احنا لو بنتكلم على التنظيم الداخلي للدخول والخروج كده، لو حضرتك لفيت حوالين الاستاد كان كمان الموضوع منظم جدا، مشجعي النادي الضيف كانوا داخلين بصورة كريمة ومحترمة ومؤمنة جدا، يعني كان الحقيقة حاجة مشرفة لكل من يعمل في النادي الأهلي، والحقيقة برضو ما ننكرش دور الكاف كانوا بيساعدوا وبيؤازروا في كل الخطوات. لا الحقيقة امبارح كان منظر حضاري يليق بالنادي الأهلي الحمد لله في التنظيم، ويليق بنهائي بطولة قارية مهمة جدا. أعتقد العلاقات اللي ما بين الأهلي والترجي علاقات محترمة، ناديين كبيرين استطاع أن هم الحقيقة يوصلوا صورة رائعة لكل أفريقيا من خلال هذه المباراة. الحقيقة ده كلام حضرتك يعني كما تفضلت كلام مهم ودقيق جدا، وخلينا لا ننكر الفضل، احنا لما كنا في تونس في مباراة الذهاب الحقيقة وجدنا كل التعاون وكل الذوق وكل الاحترام وكل التسهيل من أول الاستقبال في المطار من رئيس النادي، كان استقبال ودي شديد جدا وما خدناش دقايق كنا في السيارات يعني، وبعدين طول فترة الإقامة كانوا بيرحبوا بأي طلب أو بيذللوا أي عقبة. أنا كنت بأمثل النادي في الاجتماع التحضيري للمباراة، اجتماع الاتحاد الأفريقي. الحقيقة السيد رياض بالنور برضو نذكره بالخير وهو نائب رئيس النادي وكان رئيس البعثة امبارح، كان راجل يعني منتهى التعاون، وتقدم في بداية الاجتماع وقال إن أي طلبات للنادي الاهلي بعيدا عن الريجوليشن او لوائح الكاف او كده، لو زادت طلبات النادي الاهلي احنا حاضرين وان احنا هنلبي اي حاجه، والحمد لله ان احنا عملنا الكلام ده برضو بالمثل هنا. وانا قلت نفس الكلام في الاجتماع التحضيري الفني للمباراه اللي كان يوم الجمعه، فالحقيقه العلاقه طيبه جدا والامور متبادله، وربنا يعني يديم العلاقه بين الناديين يعتبروا يعني كبيري افريقيا يعني. دكتور محمد، في اطار العلاقات المحترمه ايضا، مجلس اداره النادي الاهلي هنأ نادي الزمالك في بعد فوزه بالبطوله الكونفدراليه امس، ايضا بعد نهايه المباراه مباشره وبعد طبعا تهنئه الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجلس اداره النادي الاهلي ولجماهيره، ايضا هنأ مجلس اداره نادي الزمالك مجلس اداره النادي الاهلي. اعتقد علاقات هو ده الطبيعي اللي احنا دايما بنشوفه وبنتعلمه. الحقيقه هي كان لسه يعني حضرتك سبقتني وقلت هو ده طبيعي، هي دي الرياضه، احنا مش يعني هو تنافس رياضي اللي هو الرياضه بين ارقى الامور،
فهو ده الطبيعي اللي بنتمنى انه يبقى موجود على طول، واللي طبيعي انه يبقى موجود على طول، واللي تربينا انه يبقى موجود على طول، حتى لو يعني تشوب الامور بعض الهفوات، لكن يظل يعني المبادئ، تظل المبادئ الرياضيه والاخلاقيات الرياضيه تحكم الامور بصوره مهذبه ومحترمه. فتبادل الامر بيننا وبين نادي الزمالك او بيننا وبين اي نادي تاني لابد ان تكون في اطار الاحترام والمودة كمان، مش بس احترام، والروح يعني الرياضية المعتادة الطبيعية بالظبط كده. واعتقد ايضا تهنئة الرئيس حاجة مهمة جدا حضراتكم رديتوا عليها مباشرة، يعني شرف لينا طبعا، وبنشكره على التهنئة المباشرة السريعة، وله كل الشكر. احنا اللي بنشكر حضرتك جدا يا دكتور محمد. دكتور محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. زي ما حضراتكم شايفين محدش